طبعا بعد ما بقينا اسود بقى في حل مسائل الزنر، هنخش بقى على النوع التاني. مرحب بيك يا عم النوع التاني. النوع التاني يا باشا بقى اللي هو Fixed VM و Variable RN، وزي ما احنا اتكلمنا في بداية المحاضرة ان بدان قلنا Variable من اي قيمة اللي هي ال VN او ال RN، يبقى انا منتظر ان سيادتك لازم هتحسب لي RL Minimum، المينيمم القيمة بتاعتها اللي هي اقل قيمة، و RL Maximum. لكن في الحالة دي ال VN هيبقى ايه؟ رقم 3 4 10 5 زي ما يكون. طبعا زي ما احنا قلنا ان انا الستيتس بتاعتي مش هتبقى اسيوم هنا بقى، امال ايه اللي هيجرى؟ لا ده انا هبتدي اول خطواتي ان انا هقول ايه؟ اول خطواتي يا باشا دلوقتي اللي هي ان انا احدد او هقول ان انا هبقى شغال، يبقى اول حاجة ايه؟ زينر، او هنقول add zener off. يبقى بداية شغلي هتبقى ايه؟ يبقى بداية شغلي add zener off. بس حالة الزينر الاوف بقى اللي انا هتكلم عليها اللي هي الحالة اللي هي ايه؟ اللي هي على الحركرك. ايه اللي على الحركرك؟ اللي هي لما كان لو الزينر في زد ب 10، يبقى معنى كده انا بتكلم عند الحالة اللي هي ايه؟ 9.99999 اللي هي ايه؟ اللي هي اوف لكن تقريبا اون. يعني اللي هو ايه؟ لما اجي اعوض بالقيمه دي مش هتكتب 9.999، لا هتكتب 10. يبقى معنى كده ان انا اللي هدرسه برضو هبدا بحساب قيمه الفي زد، بس مش عشان اعمل بقى تشيك، لا ده انا عشان احسب منها قيمه الار ال مينيمم. يا جميل، يبقى انا دلوقتي مش هستنى، او ده مش فرض، لا ده انا هدرس الزينر في الحالتين اللي جايين اللي هي فيكسد في ان فيريبل ار ال، واللي هي الفيريبل في ان وفيكسد ار ال، هدرسهم ايه؟ ان انا اول حاجه هدرس عند الزنر لما كان اوف، وعند فولد الشعره اللي هو ايه؟ اللي هو لما الفي ال هتساوي في زد، وقلنا هيبقى شكل دايرتي عامل ازاي؟ شكل دايرتي اللي هو بالمنظر ده، اللي هو انا عايز احسب الفولت اللي على الفي ال اللي هي هيبقى عباره عن ايه؟ بدان الفي ان ثابت، يبقى فولتج فايدر هيقول لي ان الفي ال اللي هي هتبقى في زد في ان في ار ال على ار ال زائد ار ال على الار، وده كده هيتيح ليا مين؟ ان انا هعمل عمليه طرفين ووسطين في الحته دي كده ما بين الفي زد والار ال عشان اطلع مين؟ الار ال مينيمم اللي هتساوي مين؟ الفي زد في الار على في ان ناقص في زد. عايز تحفظها امين؟ مش عايز تحفظها يا باشا، انا ممكن اطلعها لك دلوقتي وثواني واطلعها لك على جنب، لكن انت مش مطلوب منك اثبات، لكن انا هوريها لك ان العمليه سهله قوي ممكن اجيبها لو انا اتزنقت ليها. فانت لو عايز تشوف بقى ازاي، يبقى اول حاجه ان احنا بنقول ايه؟ اد زينر اوف يا معلم. حاضر، يبقى اد زينر اوف اللي انت بتقول عليه. طبعا زي ما بقول لك ده ايه؟ ده مش الخطوات دي انت مش مطالب بيها، لكن انا بوريك ازاي ان انت لو اتزنقت لها ولا القانون انت مش ايه؟ مش هتحفظه ولا الكلام ده كله، يا باشا الدنيا ايه؟ الدنيا هتبقى سهله ان انت تجيبها. وادي الار، فانت كل العمليه ايه اللي انت قلته؟ قلت لي يا دكتور يبقى الفي ال هتساوي هي الفي زد اللي هي هتساوي مين؟ اللي هي هتساوي الفي ان في الار ال على ار ال زائد مين؟ زائد ار. وساعتها لو انت بقى عملت طرفين في وسطين، جيت عملت ده في ده كده، فانت انا دلوقتي شغال ايه؟ طبعا عند الزينر اوف، فانا كده ات ار ال مينيمم. ليه يا باشا؟ لو خدت بالك في المسألة اللي فاتت كانت الـ RL، لما كانت الـ RL في المسألة اللي فاتت في النوع اللي فات، لما كانت الـ RL 1.2 كيلو، كان بالفعل الزينر كان اوف. فلما زودنا المقاومة شوية لمرحلة معينة كانت ايه؟ لما كانت ب 3 كيلو، ايه اللي جرى؟ اتحول الزينر في نفس دايرته في نفس مشتملاتها من ايه؟ من اوف لمين؟ من اوف الاون. يبقى معنى كده لما كانت المقاومة صغيرة كان ايه اللي حاصل؟ ان انا ممكن ابقى حاطط في دماغي في الفعل ان لما كان اوف الزينر الار ال اللي هطلعها هي ار ال مينيمم. طيب يبقى معنى كده ان تعالى ناخد طرفين في وسطين بقى هنا، يبقى اعمل ايه؟ يبقى في زد في الار ال، اني ار ال؟ ار ال مينيمم. ما احنا قلنا بقى خلاص ان احنا لما يكون اوف هيطلع لي منها المقاومه المينيمم، ولما يكون قلنا هيطلع لي منها المقاومه ايه؟
اللي هو بتاع ده مش الماكسيموم طبعا، الماكسيموم هيبقى ايه من اول قيمه لحد اخر قيمه بقى ايه الزنار هيستحملها. ودي كده هتساوي كام؟ هتساوي لي الفي ان في الار ال. كل العمليه ان انا عايز ايه اني ار ال، ار ال مينيمم. طب ما تضمهم لو على بعض. يعني ايه تضمهم على بعض؟ يعني ما تيجي تجيب لي بقى ايه، تجيب لي الحته دي، الحته دي كده مع المقاومه دي لما تتضرب في دي، يعني هتبقى عباره عن ايه؟ يعني اكنك جاي تقول لي يا دكتور يبقى معنى كده اكنها الار ال مينيمم في الفي زد، ان انت هتاخد دي توزعها كده مره وتوزعها هنا كده مره، زائد الار في الفي زد بتساوي لي مين؟ بتساوي لي الفي ان في الار ال مينيمم. طب ما تودي حاجه الناحيه الثانيه، يبقى كل العمليه اللي انا هتكلم فيه بقى دلوقتي يا باشا اني هات دي بقى مع دي عشان اللي يهمني الار ال مينيمم، يبقى معنى كده الار ال مينيمم هتساوي لك كام؟ الار ال مينيمم بالمنظر ده يا حبيب قلبي هتساوي الفي ان، ادي ار ال مينيمم لقوسين كده، هتساوي الفي ان ناقص الفي زد بتساوي لك مين؟ بتساوي لك الار في الفي زد. طب ما هو ده هيؤدي الى ايه؟ ان عشان اخلي الار ال مينيمم في سكه لوحدها هتروح متساويه لي، هتساوي ايه يا عمي؟ الار في الفي زد على الفي ان ناقص الفي زد، وهو ده القانون اللي موجود قدامك اللي انت ممكن تكون حسيت ان هو ايه؟ ان هو قانون اهو. عايز تحفظه احفظه، انا بالنسبه لي مش هتفرق معايا في حاجه، لكن انا وريتك طلع ازاي. طب بعد ما انا جبت ده وجبت الار اللي مينيمم، لو بصيت هتلاقي الار اللي مينيمم عباره عن ايه؟ الار وانا هديها لك والفي زد وانت اصلا كده كده عارفه، والفي ان انا قايل لك رقم انا هديهولك من البدايه. بعد ما انت حسبت الحسبه دي اروح رايح بقى يا باشا لمين؟ اروح رايح عشان العب اللعبه الحلوه اللي هي ايه؟ مش احنا قلنا ان الدايره بتاعتي عباره عن كده؟ اه يا دكتور. طب ما هو معنى كده ان الزنر كده طياره بيساوي ايه؟ هتقول لي يكاد يكون صفر، يبقى معنى كده التيار اللي هيعدي هنا في الوقت ده ايه؟ هتقول لي ده اقصى تيار يا دكتور، ده هو التيار اللي هيدخل من هنا ولا هيطلع من هنا. يبقى معنى كده اللي انا افهمه ان عند الار ال مينيمم اقدر احصل على مين؟ على اي ال ماكسيمم، ان التيار اللي يعدي هنا هيبقى ايه؟ هيبقى في الحاله دي الماكسيمم كارنت بتاع اللود. يبقى معنى كده ده هيحصل امتى؟ ده هيحصل عند الار ال مينيمم. يبقى معنى كده عند الار ال مينيمم هنحصل على اي ال ماكسيمم. واحد خبيث هيجي يقول لي دكتور طب ما تيجي على جنب كده انا عايز العب لعبه، ايه هي؟ ادي اي بتساوي ايه؟ بتساوي اي زد زائد انت جاي تقول لي دلوقتي ان في اي ال ماكسيمم. معنى كده ان لازم لا ده لا ده يكون مينيمم او ماكسيمم. ليه؟ تعال اوصف لك الحاله دي بلعبه. لو انا عندي ترعه ميه، ترعه كبيره ايه؟ الترعه دي مثلا وليكن هتديني 10 لتر ميه، تمام؟ الترعه دي طلع منها فرعين، الفرعين بتوع الميه دول لو انا جيت قلت ان الترعه دي بتاعت مين؟ بتاعت الار لود، خدت 1 لتر، يبقى الترعه دي هتاخد كام؟ واحد هيجي يقول لي 9، طب معنى كده ان دي اصغر من دي، طب لو افترض ان دي خدت 9 يبقى دي تاخد كام؟ هتكون دي تاخد 1. يعني انت قصدك ايه يا دكتور؟ قصدي التيار ده كمن الفولت اللي هنا الفي ان، والفولت اللي هنا اللي هو بتاع الفي زد ثابت، يبقى الفرق الجهد ما بين ده وده ثابت. طب والمقاومه اللي هي الار في الوقت الحالي بتاع الحاله بتاعتي ثابته، يبقى معنى كده ان التيار اللي هيعدي هنا هيبقى ايه؟ هتقول لي ثابت. تاني، مش احنا في الحاله دي قلنا ان الفي ان ثابت فيكسد رقم يعني والفي زد رقم ثابت اللي هو بتاع الزينر
طب معنى كده والمقاومه دي؟ قال انا قلت هلعب فيها في تغير في اي حاله. قلت لي لا، يبقى معنى كده التيار اللي معدي هنا هيبقى عباره عن ايه؟ هتقول لي يبقى التيار اللي اسمه اي عباره عن الفي ان ناقص الفي زد على الار. طب ايه الفرعين دول يا دكتور؟ هقول لك يا باشا الفرعين اهم، اللي هو الفرع بتاع الزينر والفرع بتاع اللود. يبقى لما التيار ده يدى 10 لتر ده هياخد ايه؟ واحد. يبقى ده ياخد 9، لو ده خد 9 ده ياخد ايه؟ 1، لو ده خد 4 يبقى ياخد ده ايه؟ 6. يعني اللي انت قصدك عليه ايه؟ لما يكون التيار في الدايره دي يكون الاي بيساوي اي زد زائد اي ال. لو كان، ركز بقى معايا في الطلعه الحلوه دي، مش انت كنت لسه جاي تقول لي ان لو كان ان ده هيبقى ماكس؟ قلت لي اه. في الحاله دي لما يكون ده كبير يكون الاي زد ايه؟ هتقول لي مينيمم صغير. الله، حلوه اللعبه دي. ولما يكون ده بقى يا باشا المينيمم اللي هو الاي لود مينيمم، هيكون عندي ده ايه؟ هتقول لي الماكسيمم. متشكرين يا دكتور. بس خلي بالك، ما انت دلوقتي لما يكون بقى كمان شويه هناخدها، لما يكون الاي ال، الاي ال بتاعي ده مينيمم، هتقول لي تكون الار ال بتاعته هي الماكسيمم. الله، وهو ده بقى اللي هيبدا يقولوا لي فين؟ اللي هيبدا يقولها لي في السلايد دي، اللي هي انت في البدايه لما الزينر بتاعي كان اوف، فانا قدرت احسب مين؟ قدرت احسب الاي ال ماكسيمم، عشان هتطلب مني بناء على ان انت حسبت الار ال مينيمم، يبقى الفي زد على الار ال مينيمم اداك الاي ال ايه؟ ماكسيمم. ومنها التيار الاي انت عرفته، وفي الحاله دي انت كده تمام. الكيس الثانيه بقى اللي لازم تعدي عليها، ما احنا اول حاجه قلنا اد زينر ايه؟ اد زينر اوف. يبقى اد زينر اوف طلعت منه بايه؟ طلعت منه بالار ال مينيمم، وقصادها طلعت المطلوب اللي اسمه ايه؟ الاي ال ماكسيمم. الحاله الثانيه بقى اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الحاله بتاعت لما الزينر بتاعك يبقى ايه ظروفه؟ لما الزينر بتاعي يكون اون يا دكتور، ما هي له اوف واون. لما يكون الزينر بتاعي اون ايه اللي هيجرى؟ هتقول لي طب ما انت قلت لي ان الفولت اللي هو على على المقاومه دي، تعالى نرسم دايرتنا تاني، بس دلوقتي الزينر اون، يعني معنى كده هشيل الزينر واحط مكانه ايه يا جميل؟ واحط مكانه بطاريه اسمها في زد جميله زيك كده، وانا عندي الفي ان يعتبر ايه؟ يعتبر الفي ان بتاعي ثابت. طب ادي الفي ان ثابت، وادي الار، والتيار بقى انا عايز الفولت اللي هنا عشان احسب اللعبه بتاعتي اللي هي التيار اللي هيعدي من هنا اللي هو اسمه اي او اي ار. هتيجي تقول لي يبقى معنى كده يا دكتور ان انا عايز اجيب الفولت اللي ما بين النقطتين دول، هقول لك تمام. يبقى اللي هو الفولت اللي عندي دي لسه اللي هو اسمه ايه؟ في ان ناقص الفولت اللي عند راس السهم اللي اسمه الفي زد. كده طلعت الفولت ده. طب انا عايز احسب التيار اللي معدي عليه اللي هو تيار ثابت، هتقول لي يبقى هو عباره عن الفولت اللي سيادتك لسه مطلعه ده على قيمه المقاومه. دكتور طب انا هجيب الاي ار ده هجيبه في طلعه واحده. يا باشا اهو، يبقى معنى كده ممكن سيادتك تكتب ان ده عباره عن مين؟ الفي ان ناقص الفي زد الفولت اللي عند راس دي لسه ناقص الفولت اللي عند راس السهم على قيمه المقاومه. كده جبت الاي ار. طب بداني جبت الاي ار اللي هي انهي؟ اللي هي التيار ده ماشي ولا مش ماشي؟ تمام. وانا ممكن اجيب ده، اجيبه ازاي يا دكتور؟ اصبر بقى عليا، تعالى نخش على السلايد اللي بعديها ونتكلم. خلي بالك احنا دلوقتي شغالين في انهي حاله؟ لما الزينر بتاعي ايه؟ لما الزينر بتاعي اون. فانا دلوقتي هاجي اقول لك يبقى الاي زد بتاعك يساوي كام؟ اي ار ناقص اي ال. واحنا اتفقنا ان التيار اللي هيطلع في الحاله دي دلوقتي اللي انا بدور عليه هو اي ال ايه؟ اي ال ماكسيمم، عشان احنا اي ال مينيمم عشان انا طلعت الاي ال ايه؟ ماكسيمم. طب ما انت هتيجي تقول لي طب ما انا لازم اديك بقى عشان تجيب اللعبه دي لازم اديك في الحساب بتاعي مين؟ الاي زد ماكسيمم. هديهولك، يبقى معنى كده ده جيفن وده انت حسبته، اقدر اطلع الاي ال مينيمم. بدنك طلعت الاي ال مينيمم، ايه اللي انت هتعمله يا جميل؟ هتقول لي ما انت قلت لي، قلت لي ان قصاد الاي ال مينيمم اقدر احسب مين؟
اقدر احسب الار اللي ماكسيمم. وبالفعل يا باشا ان انت هنا لما يكون ده صغير ده كبير، ده ايه؟ ده انت عندك واحد في المقام وواحد في البسط، عندك هنا في تناسب عكسي ما بين المقاومة بتاعت اللود وتيار اللود. يبقى معنى كده لما يكون ده ماكسيمم يكون ده مينيمم، ولما يكون ده مينيمم يكون ده ايه؟ ماكسيمم. التناسب بتاعهم هنا عكسي، فبالفعل انا كده طلعت الار ال. يبقى معنى كده ممكن نلخص الكلمتين دول في كلمة في حدوتة صغيرين، اللي هو ايه؟ اللي هو لما درست هنا الحالة بتاعتي ات زينر اوف، لما الزينر بتاعي كان اوف عملت ايه يا دكتور؟ حسبت في البداية يا باشا، حسبت في البداية مين؟ حسبت في البداية الار ال مينيمم. لو بصيت هنا ان انا في البداية بتاعتي، في البداية بتاعتي هنا جبت الفولت العادي بتاع الزينر سويته بالفي ال، وبعد كده رحت حاسب مين؟ رحت جاي وحاسب الاي الار ال ايه؟ الار ال مينيمم. يبقى انا دلوقتي حسبت الار ال مينيمم، وبعد ما حسبت الار ال مينيمم قدرت احسب الاي ال ماكسيمم. ده في حالة ايه؟ في حالة الاوف. بعد كده رحت جاي عامل ايه؟ عامل ان اد زينر، دي الحالة التانية بقى في نفس المسألة اون. لما الزينر كان اون اللي انا اعرفه، لما الزينر كان اون قدرت اجيب الفولت اللي هو على طرف طرف الفولت اللي على المقاومه اللي اسمها ار، ومنه قدرت اعمل ايه؟ وانا بداني عارف الفي زد والكلام ده كله، فانا عندي الجهد بتاعتي، فانا قدرت اجيب مين؟ قدرت اجيب وبداني بمعرفه الاي زد ماكسيمم. ويبقى معنى كده ده جيفن، هديهولك او هتقدر تجيبه بطريقه اقول لك عليها دلوقتي، ان بدل الاي زد ماكسيمم جه هقدر اجيب الاي ال مينيمم، وبدل جبت الاي ال مينيمم هروح جايب مين يا باشا؟ هقدر اجيب منه الار ال ماكسيمم. خلي بالك انا ممكن اجيب الاي زد ماكسيمم بطريقه تانية. ازاي يعني؟ لا اما اديها لك صريحه، لا اما هاجي اقول لك الباور زد ماكسيمم بيساوي كذا. لو انا اديتك ده هتيجي تقول لي يا دكتور ما انت عادي، ما هو بدان الباور زد ماكسيمم عندي، فانت بتقول لي ان اي باور بتاعي هنا في الزينر عباره عن الفي زد في ايه؟ في الاي زد. طب ما انا قايل لك ان الفي زد ده قيمه ثابته ما بتتغيرش، يبقى لما يكون ده الباور زد هتلاقيها عباره عن ايه؟ هتلاقيها ليها ريليشن طرديه، يعني الباور زد هتبقى متناسبه تناسب طردي مع الاي زد. يعني ايه؟ يعني لما تكون دي ماكسيمم يبقى الماكسيمم بتاعك هيكون في الاي زد. يبقى معنى كده ان انا في الوقت ده ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقدر احسب الاي زد ايه؟ ماكسيمم من هنا. يبقى معنى كده ان انا اقدر احسب الاي زد ماكسيمم منين؟ من الباور زد ماكسيمم لو انا مديهولك جيفن. يبقى لا اما اديك ده، لا اما اديك مين؟ لا اما يبقى مديهولك ضمني في الباور زد. وبكده الحاله الثانيه بتاعتي تعتبر خلصت، اللي هي الحاله بتاعت الفي ان لما تكون فيكسد، والار ال ايه؟ الار اللي متغيره او فاريبل يعني ليها مينيموم وماكسيموم. طبعا المساله ممكن ان انا اخفي لك اي حاجه من دول واديك اي حاجه جيفن وتبدا تشتغل عليها. تعال نشوف بقى دلوقتي مسالتي الحلوه الظريفه. ادي عندي الراجل مديني الاي زد ماكسيموم زي ما اتفقنا، ومديك الفولت انبوت زي ما انت شايف. الراجل بيقول لك ايه؟ ديترماين ذا رينج. كلمة the range of RL والIL معناها كلمة range دي، يعني هو عاوز ايه؟ المينيمم والماكسيمم بتاع كل واحدة من دول. يبقى معناها ان الراجل عاوز الماكسيمم والمينيمم بتاع دي وبتاع دي، والريزلت ال VRL being maintained at 10 فولت. الكلمة دي كانت تكفي ان انا ما اديلكش ده، يعني انا بدني قلت لك اللي تخليه لي الفولت بتاعي maintained عند 10 فولت، يعني كأنك بقول لك ان الفولت الفي زد بتاعك يا باشا بيساوي ايه؟ بيساوي 10. يبقى معنى كده انا ممكن ما اديلكش الفي زد، لكن انا مديها لك ايه؟ مديها لك ضمنيا في الايه؟ في المساله. ديترماين ذا ماكسيمم واتج ريتنج. واتج يعني ايه؟ يعني معنى كده ان الراجل اللي انا عايز باور، وكلمه ماكسيمم واتج يعني عايز الباور زد ماكسيمم. بالفعل ما انا مش مديها لك. طب احسبها ازاي؟ يا عم ده حسبه بسيطه، ده انت هتروح ضارب ده في ده، اديها لك وخلصت. اللي هو ايه؟ الباور الاي زد ماكسيمم في الفي زد، كده هقدر اجيب منه مين؟ الواتج او الماكسيمم واتج ريتنج او الباور زد ايه؟ الباور زد
ماكسيمم، تمام كده؟ فايه اللي انا هعمله بقى دلوقتي يا شباب؟ كل اللي انا هعمله يا معلم دلوقتي اني تعال نشوف حل المساله. قلت لك ايه في المساله؟ اول ما احنا بنعمل قلنا ايه؟ ات زينر اوف، لما الزينر قول اوف فقلنا هنحسب ايه؟ قلنا هنحسب الار ال مينيمم عباره عن ايه؟ الفي زد اللي هو ب 10 في المقاومه الواحد كيلو في ال 50، عشان احنا قلنا ده ال 50 اهو اللي هو الفولت الفي ان، تمام كده؟ بعد كده ناقص الفي زد اهي، حسبه لذيذه، ادي الار ال مينيمم حسبتها، حسبتها. بعد كده ان انا دلوقتي قلت لك ما اطلعش من دي الا عايز اجيب الايه؟ عايز اجيب الاي ال ماكسيمم. اجيب الاي ال ماكسيمم ازاي؟ هتيجي تقول لها يا دكتور ما هي الاي ال ماكسيمم بدنك عايزها، يبقى الاي ال ماكسيمم هي قيمه ايه؟ هي هيها اللي انت هتجيبها دلوقتي اللي هي الفي زد على الار ال مينيمم اللي انت لسه حاسبها، هي الفي زد ناقص ايه؟ الار ال مينيمم اللي هي ال 10 على ال 250 اوم اهي يا باشا. يبقى انت معنى كده تقدر ايه؟ الفي زد هنا ب 10 والار ال مينيمم انت لسه حاسبها اللي هي ال 250 اوم، لما تحسبها هتلاقي الرقم بتاعك طلع. فالناس الحسابنجيه هتطلع ايه؟ هيقول لي دي بتساوي 40 ملي امبير، عشان هتطلع لك على ال هتطلع لك على الاله واحد على كام؟ على 25، واحد على 25 بس دي بالامبير، خلي بالك عشان الدنيا ما تلص معاك، ده بالامبير وده بايه؟ بالملي امبير، يعني بعد ما تعمل ده تضرب في 1000 يروح مديك ال 40 دي عشان ما تغلطش. حلو، طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ طب الفي ار بيساوي قلنا الفولت اللي عند ديل السهم ناقص الفولت اللي عند راس السهم اداني الايه؟ 40 ايه؟ 40 فولت. طب الاي ار، الاي ار في الحاله دي هو هو الاي ال ماكسيمم. يا عم الحاج ازاي يا عم الكلام ده؟ لو بصيت هتلاقي كلامي ما خلصش. ادي 40 مللي، مش احنا قلنا لما الزينر كان اوف كان دايرتي بالمنظر ده؟ اه بالفعل، اه والله. يبقى معنى كده ان التيار ده هو التيار ده، يعني تيار دايره سيريز. اه يعني انت ممكن تجيب الاي ال ماكسيمم لا اما عن طريق كده لا اما عن طريق الحسبه اللي احنا حسبناها والاثنين واحد. بعد ما انت خلصت الحسبه دي اروح احسب بقى يا باشا ايه؟ اروح اجيب حساباتي ات، يبقى من اول الخطوه دي كده من اول السطر ده، ده السطر بتاع مين؟ بتاع اد زينر ايه؟ اد زينر اون. يبقى اد زينر اون يا عمي هعمل ايه؟ هتبص تلاقي ان الاي ال مينيمم هيساوي مين؟ الاي ار اللي انت حسبته هنا من غير اختلاف، عشان انا ما خالفتش حاجه، الفولت ده والفولت ده ما اختلفوش، قيمه المقاومه ما اختلفتش، فهتبص تلاقي هي اللي انت جايبها من الخطوه اللي فاتت. والاي زد ماكسيمم انا مديهولك اهو، مديهولك اهو يا باشا، فانت كده قدرت تجيب ايه؟ الاي ال مينيمم. ما جيش واحد بقى من خيبته الاقي ان قيمه الاي ال ماكسيمم تبقى اصغر من الاي ال مينيمم، يبقى ده ما بيفهمش. يعني انا دلوقتي الاي ال ماكسيمم، كلمه ماكسيمم يعني لازم الماكسيمم يكون اكبر من المينيمم، تلاقي الدنيا اتشقلبت والكره الارضيه عنده ايه؟ بيتهم كان في امبابه لقى في المرج، ازاي ما اعرفش؟ يا باشا انت كلمه ماكسيمم يبقى لازم يكون ايه؟ لازم هكتبها لك والله عشان ما تزعلش، ان لازم الاي ال ماكسيمم، كلمه ماكسيمم تكون لازم اكبر منين؟ لازم تكون اكبر من المينيمم، ما تبقاش العكس. عشان كده لو انت في المساله بتحل ولقيت الرقم ده اكبر من الرقم ده تزعل نفسك وتضرب نفسك على قفاك، تمام؟ بعد ما انا حسبت الاي ال مينيمم اعمل ايه؟ اجي اعوض بالايه؟ بالاي ال مينيمم هنا عشان اطلع الماكسيمم، عشان احنا قلنا كلمة ماكسيمم هنا تبقى قصادها مينيمم، كلمة مينيمم قصادها ماكسيمم، وبالفعل طلعت الاي ال ماكسيمم. ولو قارنت برضو قيمة الار ال المينيمم هتلاقيها 250 اوم، قيمة الار ال ماكسيمم 1.25 كيلو اوم. طب الباور زد قلت لك يا باشا اضرب الرقمين اللي انا مديهم لك دول في بعض اهم، يديك مين؟ يديك الباور زد ماكسيمم. وبكده المسألة او النوع ده ما فيهوش كلام تاني، كل العمليه ان انت ايه؟ اللي انت بس عايز تمشي ايدك وتبدا تعمل ايه؟ وتبدا لو انا خافت لك حاجه غير الحاجه فقط لا غير. نخش بقى دلوقتي على اخر نوع من الانواع بتاعتي، اخر نوع من الانواع بتاعتي اللي هو بيقول ايه؟ اللي هو بيقول لي يا دكتور دلوقتي لما يكون الار ال هي اللي فيكسد بقى ثابته، رقم ثابت، رقم ملوش رينج، لكن ده فيريبل ايه؟ في ان.
ما دام فيريبل في ان يبقى انت دلوقتي يا عمي جاي تقول لي لما الفي ان تكون مينيمم ولما الفي ان تكون ايه ولما الفي ان تكون ماكسيمم. انا دلوقتي عايز احسب عند ماكسيمم وايه ماكسيمم ومينيمم. عشان اخش معاك في الحوار ده بقى وتبدا تتكلم معايا هاجي العب معاك لعبه برضه افهمها لك بايه بالقصه بتاعه الترعه. ايه القصه بتاعه الترعه؟ هاجي اقول لك يا باشا انت عندك هنا بقى تانك ميه اهو اللي احنا ما كناش قايلينه ايه في المره اللي فاتت. تانك الميه ده ايه بيمشي او بيصب الميه في ترعه. حلو، فايه اللي هيجرى؟ هيجي يقول لي يا دكتور بدانه بيصب ميه في ترعه. طيب الترعه دي فيها فرعين، فرع هيفضل واخد تيار ثابت على طول، يعني ده وليكن هياخد 1 لتر على طول، لكن الفرع ده بقى هياخد فولت بتاع ده تيار على حسب الحاجة. ازاي؟ لو انا قلت لك التانك ده كان لحد هنا، لو انا قلت التانك بتاعي كان مليان لحد هنا، هتقول لي يبقى المية اللي هتمشي هنا قليلة وليكن مثلا 3 لتر. هتقول لي وبدان انت قلت لي ده 3 لتر، ده 3 لتر وهي لازم يدي ده 1، ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الفرع بتاع الار لود، وده الفرع بتاع الزينر. يبقى معنى كده لما الثلاثة لتر دول يقولي هنا كواحد لتر ايه اللي هيجرى؟ هتيجي تقول لي يبقى لازم هنا يجي لي 2 لتر يا دكتور. حلو، التانك الميه يا باشا جه زاد، زاد يعني بقى فين؟ بقى هنا. هتقول لي يبقى الميه دي تزيد، تزيد يعني لحد كام؟ وليكن يا عم 10 لتر ولا تزعل. هتقول لي ما احنا اتفقنا، اتفقنا على ايه؟ ان بدن ده هياخد لازم هياخد 1، يبقى كده كده في الحالتين ده كده واخد ايه؟ 1 لتر. يبقى في الحاله الثانيه ده هياخد كام لما انا شغال على 10 لتر؟ هتقول لي يبقى ده واخد 9 لتر. انت قصدك بقى لما ده بيعلى ده يعلى قصاده عشان ده ثابت، ولما ده يقل ده يقل معاه عشان ثابت. والله يا حبيبي جبت اللعبه اللي انا بقول لك عليها لسه. مش انا عندي الاي بتساوي اي زد زائد الاي ال؟ هتقول لي الاي ال المره دي ثابت. ثابت ليه يا دكتور؟ عشان انا عندي الفولت اللي عليه في زد هيفضل ثابت، والار نفسها اللي هي الار لود اللي كانت عامله لي مشكله المره اللي فاتت مينيموم وماكسيموم ثابته، يبقى التيار اللي هيبقى عليها ايه؟ هتقول لي يبقى ده ثابت. يبقى معنى كده ان التيار ده لو زاد بقى ماكسيموم، لازم يكون الاي زد اللي قصاده ايه؟ هيكون ماكسيموم. يبقى لما ده زاد ده زاد معاه، ولما ده قل ده قل معاه. يبقى لما يكون ده مينيموم هيكون ده ايه؟ هيكون ده مينيموم قصاده. وتعالى بقى نشوف المسألة، والمسألة مش هتختلف كتير عن المرة اللي فاتت. يعني ازاي مش هتختلف كتير عن المرة اللي فاتت؟ ان احنا برضو هنبدأ بحالة ايه؟ ات الزينر اوف. يبقى دلوقتي انا هشتغل على اني حالة؟ لما الزينر بتاعي كان ايه؟ اوف برضو. يبقى اول كيس عندي لما الفي زد كان ايه؟ كان كان اوف. يبقى معنى كده ان التيار بتاعي هنا التيار الفولت اللي جاي لهنا هيكون الايه؟ تانك لسه صغير. يعني معنى كده لما ده شغال مينيمم اداني انه ايه؟ اداني انه تيار، اداني التيار المينيمم الاحمر ده. يبقى خلينا ايه عشان الالوان بس تبقى معانا صح او حلوه، ان انا كل العمليه هاجي اعمل ايه؟ لما كان التيار بتاعي كان التلاتة فانا عملت ايه يا باشا؟ قلنا يبقى معنى كده التانك كان مليان مينيمم. يبقى معنى كده ايه اللي افهمه؟ ان دلوقتي فولت الفي ان مينيمم كان مع مين؟ مع التيار ده اللي هو المينيمم. ولما كنا عند الفي ان ماكسيمم مثلا، يبقى معنى كده عندها التيار اللي هيبقى معدي هو الاي ايه؟ الاي ماكسيمم. طب انا في حالة الاوف بقى، في حالة الاوف يعني الزينر ده مش هيمر في تيار، يعني معنى كده التيار اللي داخل هنا هو التيار اللي كان هنا. يبقى معنى كده نتكلم بلغتهم ان انا في البداية عند الاوف بتاع الزينر انا في حالة مين؟ حالة المينيموم. يبقى معنى كده ان انا هبتدي بايه؟ بحساب الفي ان مينيموم. طب في حالة الفي ان مينيموم الزينر ما كانش شغال، يبقى ممكن دلوقتي اقول يبقى الفي ال هتساوي الفي زد والفولتج ديفايدر بتاعي الجميل اللي هي الفي ان في الار ال على ار ال زائد الار. يبقى معنى كده اقدر احسب الفي ان مينيموم. الفي ان مينيموم هتساوي ايه؟ هتساوي يا باشا دلوقتي كل العملية ان انا في الحالة دي اضرب ده في ده واقلب الكسر. يعني لو عاوز تفهمها برضو زي ما ورناها لك المرة اللي فاتت،
ان انت دلوقتي بقى عندك ايه؟ ان عندك الفي زد اللي هو الفي ال بيساوي الفي ان اللي هي الفي ان دلوقتي اللي هي المينيمم في الار ال على ار ال زائد ار. الناس بقى هتيجي تقول لي طب يا دكتور انا عايز اخلي ده في طرف لوحده، ما هو ده اللي انا عايز احسبه. خلاص يا باشا اقلب الكسر ده وروح هناك، يبقى معنى كده الفي ال مينيمم هتساوي لك ايه؟ هتساوي الفي زد في الار ال اللي هو الجزء ده زائد الار على الار ال وهو القانون اللي طلع لك الفي ان مينيمم في زد في الار ال زائد الار على الار ال. كده بعد ما حسبت الفي ان مينيمم اقدر احسب ايه؟ اقدر احسب التيار. كده انا خلصت الحاله بتاعت مين؟ خلصت الحاله بتاعت الزينر اوف، مش عايز منها حاجه تاني. وانت دلوقتي ممكن تحسب في الحاله دي دلوقتي اللي هي مين؟ اقدر احسب الاي ال. الاي ال مش هيختلف في الحالتين اذا كان دي او في الحاله اللي انا لسه هقول عليها. طب الاي ال في الحته دي بيساوي كام يا دكتور؟ يبقى انا ما اطلعش من الحته دي اللي واخد في ايدي مين، اخد في ايدي الاي ال ودي ثابته اللي هي الاي ال بتساوي كام؟ الفي زد على الار ال بتاعتي. وقلنا ان قيمه الاي ال مش هتختلف في الزينر اوف عن الزينر اون. نيجي بعد كده نروح قايلين لما الزينر بتاعي بقى كان اون، زينر اون ايه اللي انا اعرفه فيه؟ يبقى دلوقتي الحاله اللي انا هتكلم عليها وابدا حساباتي الزينر اون. في الزينر اون هبدا حسابات ازاي؟ انا عارف في الزينر اون انا هديك الاي زد ماكسيمم دي موجوده والاي ال موجوده، ما احنا قلنا انا هستخدمها بتاعه الحاله الاولانيه عشان ما مش هتختلف. الفي زد ثابت، الار ال ثابت في الحاله دي، يبقى الاي ال مش هيتغير. يبقى معنى كده نقدر احسب مين؟ الاي ار ماكسيمم اللي هي هقدر احسبها من الحسابات دي. طب بدل انا حسبت الحسبه من الاي ار ماكسيمم تقدر تحسب ايه يا باشا؟ احنا قلنا ان الاي ار ماكسيمم قصادها الفي ان ماكسيمم، لما تنك المايه كان بيزيد التيار اللي في الترعه الرئيسيه كان بيزيد، لو كان قل كان بيقل. يبقى معنى كده الاي ار ماكسيمم قصادها الفي ان ماكسيمم اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي الفولت الماكسيمم مع فولت الايه؟ مع فولت الفي زد اللي هو مين؟ ايه بقى الفي ار ده بقى؟ اللي هو ان انت عندك دلوقتي طبعا هو هنا ده كده الترم ده ما يعتبرش سليم، ان انت عندك الفي ان ماكسيمم هو الفي ار ماكسيمم اللي هو الفولت اللي على مين؟ اللي هو على المقاومه الرئيسيه اللي هو المقاومه دي. يبقى معنى كده الفي ان ماكسيمم هيساوي الفي ار ماكسيمم. طيب يبقى الفي ان ماكسيمم هيساوي كام يا باشا؟ هيساوي الفولت الماكسيمم بتاعك، الا لو هو كان عاوز يعدل بقى دلوقتي ان يجي يقول لي ايه؟ ان عايز يتكلم معايا في، سيبك بقى من المعادلة دي عشان ما تلخبطكش. فأنا دلوقتي إن الـ VN ماكسيموم هيساوي كام الـ VN ماكسيموم؟ إن الـ VN ماكسيموم هيساوي لي تيار الـ I R max في الـ R بتاعتي زائد الـ VZ. ليه بقى؟ هتقول لي ما هو ده الكلام اللي أنت إيه؟ اللي أنت لسه شاطبه. هقول لك يا باشا ما أنت عشان تفهمه هاجي أقول لك ما هو ما انت كده عملت ايه؟ عملت لوب في الحته دي اهي عشان ما تتلخبطش، عشان الفولت اللي على المقاومه دي ما تجيش تقول لي ما دخلتوش ليه؟ ما انا يا باشا بقفل اللوب واعمل كي في ال، ممكن اعمل كي في ال بتاعي كده وممكن اعمل كي في ال بتاعي كده، فهو عباره عن مين؟ الاي ار ماكس في الار بتاعتي تمام؟ زائد الفي زد اللي هي الثابته. فبناء عليه يعني معنى كده القانون ده صح يا دكتور؟ اه صح يا حبيبي ورجع دي، بس انا ايه؟ انا وريتك دلوقتي ايه؟ وريتك ان انا جبتها ازاي؟ اللي هو الفولت اللي على المقاومه دي زائد الفولت اللي على مين؟ زائد الفولت اللي على البطاريه، واصبح ان انت تعري بقى دي كده وتعري على دي كده وبقى القانون بتاعك تمام وانت فهمت ايه ازاي؟ حلو والله البتاعه دي، الاستيكه دي حلوه، انت احلى. خلاص يبقى دلوقتي ايه اللي هيجرى؟ اللي هيجرى يا باشا دلوقتي ان باقي لنا المساله ان انت قدرت تحسب الرينج بتاع الفي ان مينيمم اللي هو في ان مينيمم وفي ماكسيمم، وساعتها جبتها منين؟ جبتها من التيار اللي مر في المقاومه بتاعتها.
تعال بقى نشوف مسألتها عشان ننهي الجزء بتاع الزينر. ان انا عندي الزينر المرة دي الفي ان بقى بتاعتي دلوقتي لها رينج يعني متغيرة، ومديك الاي زد ماكسيمم ومديك الفي زد. وتعالى نبدأ، قلنا ايه؟ قلنا الراجل بيقول لي هنا ديترماين ذا رينج اوف في ال في ان ذات ويل مينتين ذا زينر دايود ات اون ستيت. هي هياها ان انت لازم بدل الرينج، يبقى انت كده في الحالة الثالثة. يبقى انا كده حددت نوع مسألتي، ابدا ايه؟ واحد انا سامعه بيقول لي ابدا من اول الزينر اوف يا دكتور. اهو يا باشا هتيجي تكتب هنا ات الزينر بتاعك ايه؟ ات الزينر بتاعي اوف يا دكتور. لما الزينر بتاعي اوف اللي هيجرى معنى كده ان دايرتي بالمنظر ده، الزينر بتاعي اوف، يبقى معنى كده التيار هيعدي من هنا. قلنا في البدايه هيبقى بدانه اوف، يبقى انا احسب قيمه الفي ان مينيمم. كل حاجه موجوده، الار ال والار والار ال والفي زد كله موجود اهو. الفي زد مش لازم تكون 10 عشان الناس الحفظجيه، لا يا باشا اهو المره دي خليها لك ب 20 عشان يضحك عليك بقى، عشان ما تجيش تقول لي ايه هو لا ده لازم تكون ايه كده. يبقى انا دلوقتي قدر يحسب مين؟ الفي ان مينيمم. قلت لك ما تطلعش الا واخد في ايدك مين؟ الا واخد في ايدك حزبه الاي ال اللي هي عباره عن الفي زد على الار ال. وبكده يا باشا انا قدرت احسب مين؟ قدرت احسب الحاجه بتاعت لما الزينر بتاعي كان ايه؟ كان اوف. نخش في الحالة الثانية اللي هي ايه؟ اللي هي اد زينر، اد زينر ايه؟ اد زينر اون. لما الزينر اون قلنا اول حاجة احسبها اللي هي الاي ار ماكسيمم اللي هي عبارة عن الاي زد مع الاي ال، عشان كده قلنا ان الاي ال دي اللي انت حسبتها في الحالة الاولانية تنزل تكمل معاك. نزلت كملت معايا اه بالفعل اهي يا باشا. طب وده جبتها منين يا دكتور؟ انت مديتها لي اهي يا عمي. شايف الكلام بيجيب بعضه. قدرت احسب الاي ار ماكس. طب ما انا قدرت احسب الاي ار ماكس يبقى اقدر احسب الفي ان ماكس. عباره عن ايه؟ عباره عن الاي ار ماكس اللي انت حسبتها في قيمه المقاومه اللي هي 220 اوم. هي دي اللي دي ال 220 اوم، بس انا حولتها بالكيلو، فانت ممكن تشتغل بالاوم وتركز تمام، زائد ال 20 فولت اللي هو ايه؟ اللي هو ده الفي زد. تحسب حسبتك يا باشا يطلع لك ايه؟ الفي ان ماكسيمم. وتخلي بالك ان لازم الفي ان ماكسيمم هيكون اكبر من الفي ان مينيمم، عشان ايه؟ الناس الحلوه اللي بتدخل الدنيا كلها ايه في بعضيها. وبكده الجزء بتاع الزينر مساهله هايفه قوي قوي قوي، وتنتظر ان انا اديك الجزء اللي جاي اللي هو بتاع مين؟ اللي هي الدوبلر والتريبلر والكلام ده، كلام حلو خالص، وانتظرني في البارت الثالث.